مشروع اليمن الاتحادي بأقاليمه الستة والشراكة الوطنية ورفض مشاريع التقسيم وادعاءات التمثيل الحصري للجنوب، ذلك ما خرجت من أجله هذه الحشود الجماهيرية وسط مدينة سيئون في محافظة حضرموت. المسيرة أكدت الوقوف مع الرئيس هادي وطالبت بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض وعودة مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية. أثبتت هذه الفعالية أن حضرموت حاضرة مع المشهد الوطني، حضرموت لا تقبل الاحتكار، حضرموت اليوم تقول وبصوت عالي، حضرموت اليوم تقول بصوت عالي انها حاضره مع الدوله الاتحاديه، هذه الجماهير لن تقبل بالاقصاء ولن تقبل بالتهميش. لم تقب حقوق حضرموت عن هتافات المحتشدين هنا، اذ طالبوا بتمثيل للمحافظه في هياكل الدوله بصوره عادله تتناسب مع ثروتها وموقعها الاستراتيجي وارثها الحضاري. مطالب قديمة جديدة يقول الحضارمة إنهم لم يرونها واقعا. حشود جماهيرية تأتي في ظل صراع بين مكونات جنوبية يحاول كل طرف فيها إيصال رسائله الشعبية للظفر بأكبر حصة ممكنة للحصول على مكاسب سياسية في ظل تسوية تلوح في الأفق. عبد الله مؤمن، العربي.